شمس اف ام، شمس اف ام، وين انتي وين احنا. اللهم يا ربي من تسبب بجمعنا هذا اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا ربي أنا جئناك شفعاء فشفعنا فيه، اللهم اعف عنه وعافيه واكرم نزوله يا رب العالمين، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنه فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه،
وارحمنا وارحمها وارحم ارحم وارحم جميع المؤمنين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربي جاف الارض عن جنبيه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به يا رب العالمين. اللهم ثبت عند السؤال منطقه، اللهم ثبت عند السؤال منطقه، اللهم ثبت عند السؤال منطقه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتنا وسيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده يا رب العالمين. اللهم ارحم حمينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا وتعلم مثوانا، حتى لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أهله وذويه وأبنائه وأقاربه ارزقهم الصبر والسلوان، واجعل جمعنا هذا جمع المرحومة، وتفرقنا من بعده إن شاء الله مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، لنا ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمن تسبب في جمعنا هذا ارحمه الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. شمس FM، شمس FM، وين انتي وين احنا.